ما هو التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ توحيد مالت من دنه رفع يدك. لا 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 أنا أريد أرى ما هو التوحيد. ما هو التوحيد؟ من يعرف التوحيد؟ الموحد. لا لا ليس واحد فقط سبحان الله والبقية لا يعرف التوحيد. إذا معنى هذا أبو جهل أفضل منهم؟ والله عيب، والله عيب أن لا نعرف التوحيد. ما هو التوحيد يا سأل؟ لا ترجم أنت ترجم. توحيد مالت من دنا وترجموا ترجموا الدنيا. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أبو جهل يعرف أصل الإسلام وأبى أن يقر بالتوحيد، وأنت موحد لا تعرف التوحيد. ينفيت الله يستلى إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينسوا أبو جهل كسو يتشارى وكت يالله أبو جهل بيسرابتهم وكت قلب يهنوكن وكت هالله موحر نبرو توحيد الموكن فيت الله يسكفوا. التوحيد هو عمل كوت مالات أرسو إفراد الله سبحانه وتعالى بأن يفرد الله، يعني لا يجعل معه شريك. نعم اللهم ببتونينت ملتلنا وبعملكوت بعملكوت عملكوت إلا الله بتشامدرك. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، يعني هذه لا يمكن أن يشارك الله سبحانه وتعالى معه أحد، مختص هذا بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بمن ليبت نجر للا ولا جرى الله ليتو لا الله بتشال يادر باتكار. من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فقط تذكرها من دون شرح. نعم صوت يا توحيد أينتو جاستنا غارنة تملكوتنة يسمنا يبهارات وشام أملكوت يا يسموت أملكوت يا عملكوت دمو توحيد توحيد الألوهية توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة هكذا. توحيد مالات بصوتكم يا توحيد كفلوت لا الله بتشاس النادرقنا. نعم ما هو توحيد الربوبية؟ يا أستنابارنات توحيد مالات ترقموس من دنو هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. الله سبحانه وتعالى بتشان صارنا برو اتشنا عالم بتشان فتعري اندهونا منتك. توحيد الألوهية يا عاملك والتوحيد دمو هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله. الله سبحانه وتعالى بعملك وتنتلو عملك وتنس بتشان ما درقنو كالله وتشان لا عملك وتدرق لت عندما كلمة. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. يسمنا يا بهاريات وش توحيد مالت دمو الله سبحانه وتعالى تنتلو بالنزيع لقلتنا ببهاريات وشنا بسموتشو ما ننسو بالنزيع ما ننمأكل ما ننفطر أي قرون بلا الله يونش بهاريات أسلفوا لي أكل أي سب. نعم إذن التوحيد أنواع ثلاثة يتعوي الكفال لصوت يكفلها.